بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة 7 من محاضرات البوت ستراب، وهنتكلم فيها عن استخدام البوت ستراب مع الجداول using boot strap to style tables. طيب، عن أول حاجة إحنا كنا متفقين إن إحنا نعمل تمبليت. التمبليت دوت كان هو اسمه البوت ستراب تمبليت، هو ده. لو فتحته هيطلع لي بالشكل دوت، وهو عبارة عن تمبليت عادي مفيش أي حاجة، بس هو جواه البوت سترابس دين في الستايل شيت بتاع البوت ستراب، وفي كمان السكريبتات بتاعت جي كويري وبتاعت البوت ستراب ماين والبوبر ماين، تمام كده. ومحطط له كمان الديف اللي هو كونتينر فلويد، بحيث ان انت تكتب فيه الكود مباشرة على طول. طيب، هنخش جوه البوت ستراب، تمام كده، وهنبتدي نعمل تيبل. أول حاجة هنعمل تيبل، تمام كده، ونقفل التيبل دوت. وجوه التيبل دوت هنبتدي نخش جواه، وهنعمل تيبل رو تي ار. هنقفل تي ار بهذا الشكل وهنخش جواه، تمام. وبعد كده هنعمل تيبل هيدنج تي اتش دي اتش، تمام كده. وهنبتدي نكتب في التي اتش الاولاني الاسم، وانا هنعمل تلات خلايا، شيفت اوف هوم كنترول سي اند كنترول وفي، بعد كده كنترول وفي مره تانية. وهنيجي هنا في المكان دوت وهنعمل الاسم، وبعد الاسم هنبتدي نعمل هنا العنوان، وبعد كده هنكتب رقم ايه؟ رقم الجوال، رقم الجوال. اوكي، تمام كده. كنترول اس واف 12 من لوحه المفاتيح، طبعا ما فيهوش حاجه خالص، يعني يعتبر لو الدنيا مش معاك تمام مفيش مشكله، هيديك هنا الاسم العنوان رقم ايه؟ رقم الجوال. طيب تعالى نبتدي، مش عارف اجيبه من ناحيه اليمين، غريب ان هو عاملهم كده المره دي بدون اي كلاسات بدون اي حاجه في الدنيا، بس اعتقد ان انا عامل هنا الدايركشن ار تي ايه؟ ار تي ال، واللغه تكون ايه؟ لغه عربيه، فيبدو ان هو استجاب لاول مره يعني. تمام، هنعمل دلوقتي تيبل رو مره ثانيه، هناخد خلاص نكتبها كتاب احسن. تيبل رو ثاني، تي ار تيبل رو، اوكي. وجوه التيبل رو هنعمل تي دي تي دي، اوكي. وجوه التي دي، تمام كده، هيبقى عندي مثلا مصطفى، تعال نكتبهم مع بعضين كلهم. دي التيبل داتا اند شيفت هوم كنترول سي كنترول و في كنترول في، عشان يبقى عندي الصف على بعضيه كله، مش كده. تيبل الداتا الاولاني هيكون فيه الاسم مصطفى، مصطفى. العنوان هيكون المنيا، المنيا. رقم الجوال هيكون 0533 4301 38، تمام. بعد كده هبتدي اعمل تيبل رو مره تاني، كنترول سي، حطه هنا كنترول وفي، اوكي. وبعد كده نحط مثلا ونكون صالح، صالح عنوان الليس، الليس. وبعد كده رقم الجوال، حط الجوال زي ما انت عاوز، اي رقم 0544 53 مثلا 0143. وبعد كده نعمل تيبل رو مره تانية، تيبل رو، ونختار كنترول سي، نحط هنا كنترول وفي، اوكي. هتلاقي دي هنا، تمام. وهيبقى عندك مثلا وليكن عبد الرحمن، وهنكتب هنا بني يزيد، بني يزيد. ونحط اي رقم جاي وال زي ما احنا عاوزين برضو، 0522 43 مثلا 5501، اوكي. اوكي، طيب كنترول اس واف 12 من لوحه المفاتيح مره ثانيه، ويبقى عندي الجدول بالشكل دوت، ما عليه بقى ايا يعني كان شكله، تمام كده. بس التيبل طلع على بعضي كله هنا. طيب، اول حاجه هنستخدمها هي الكلاس اللي هي بتاعت التيبل. اي اول حاجه نستخدم الكلاس اللي هي بتاعت مين؟ التيبل. لو انا جيت هنا في التيبل نفسه فوق خالص، تعالى نكتب الكلاس تكست الاين رايت او تكست رايت كلاس، سوري، كلاس تكست رايت داش رايت، اوكي. تعال نشوف هيتأثر بحاجه ولا لا.
اهو ظبطت تمام كده. تعالى نكتب بعد كده الكلاس التانية اللي هي كلاس التيبل نفسه. كلاس نرجع في دريم ويفر وهنحط هنا تيبل بهذا الشكل. يبقى دلوقتي هي يعني هتيجي عليها كلاستين، كلاس التكست ثريد وكلاس التيبل. تعالى كنترول اس وقفت 12 من المفاتيح وتعالى نشوف الفرق. شفتوا الفرق بقى يا جماعه؟ الدنيا اتظبطت في خمسه تاني فريش. هتلاقي فيه ان في خطوط اتحطت، في مسافات بادنج اتحط، والجدول شويه اتنسق عن طريق البوت ايه؟ البوت ستراب. طيب تعالى نجرب كلاس اسمها كلاس التيبل سترايبت. التيبل ايه؟ سترايبت. تعالى نخش كده في دريم ويفر وهنحط ده الكلاس بتاعتنا تيبل سترايبت. ممكن اخد كوبي من ده كنترول سي ونحطه هنا كنترول وفي اوكي، وهنحطه بجانب التيبل. هنحط كمان تيبل سترايبت داش تراي اهي تيبل سترايبت. تعالى نعمل كنترول اس وقفت 12 مره المفاتيح ونشوف ده الجدول الثاني هو يا جماعه. وهتلاقي تيبل سترايبت هيديك خط كده وخط كده وخط كده وخط كده او رو كده بالشكل ده مظلله ورو ايه عاديه تمام كده. في كلاس ثانيه اسمها الكلاس هوفر او التيبل هوفر تمام كده. تعال نجربها برضو على نفس المكان ده. هنعمل تيبل داش هوفر اهي تمام كده كنترول اس وقفه 12 ملوحه المفاتيح. لما اجي اقف على الرو نفسه هيديني هوفر. بص كده بيدي هوفر على الرو. هوفر على ايه؟ على الرو. طيب تعال نجرب كمان حاجه اسمها تيبل كوندنسد. تعال نجرب كده كلاس ديت. هنا هكتب تيبل داش كون الله بس تكون موجوده كوندنسد اوكي كوندنسد كنترول اس. تعال نجربها ونشوف اذا كانت موجوده ولا لا. ممكن تكون في النظام القديم، ما اعتقدش ان هي يعني فيها تاثير جامد. كوندنسد هي بس شكلها كده، ممكن تكون بتضيف تابنج او تاب زياده. تعالى برضو لو انت مش جايب معاك قوي، تعال نشوف تاب التيبل هنا ونكتب كلمه كون تيبل كوندنسد كون ده ست. ممكن تكون اتلغت مع التحديثات الجديده بس موجوده اهي. في حاجه اهو تيبل كوندنسد تيبل كوندنسد رينيم كلستر فور كونسيستنت خلوها واو. ممكن تظبطها تيبل دوت داش اس ام تيبل كوندنسد خلوها تيبل داش اس ام خليها تيبل داش اس ام. احنا برضو بنتعلم برضو يعني لو في حاجه مثلا مش شغاله مع السيستم دلوقتي تبتدي انت تشوفها منين؟ من الدوكيومنتيشن وتشوف الدنيا. ها كده كوندنسد بدأت اهي مش كده؟ يبقى بدل ما هي كان كوندنسد اصبحت اس ام في النظام اللي هو بتاع ال 4 و 3 من 10 بتاع البوت ستراب تمام كده. يبقى تيبل كوندنسد اصبحت تيبل اس ام. طيب ايه كمان عندنا؟ في عندنا تيبل بوردرد. تعال نشوف تيبل بوردرد يعني نحط حدود للتيبل. تيبل بوردرد داش تيبل بوردرد داش بور دارت اوكي وادي كنترول اس وقفه 12. هتلاحظ ان في ادي حدود بدات تتضاف اهي، حدود للتيبل نفسه بدات تتضاف اهي. يبقى كده بص كده بقى، شوف بمنتهى البساطه استطعت ان انا انسق الجدول عن طريق الكلاسات بتاعت البوت ستراب وبسرعه تمام كده. طيب ايه كمان عندي؟ عندي حاجه اسمها تيبل ريسبونسيف. وتيبل ريسبونسيف دي لازم يكون التيبل بتاعك فين؟ في ديف. ودي هتيجي ازاي؟ لو انا جيت هنا مثلا اخدت التيبل ده كله على بعضيه نقول هنا لحد هنا تمام كده كنترول سي وجيت نزلت هنا في الحته دي وعملت ديف داش ديف اوكي واديت له كلاس هتكون اسمها تيبل ريسبونسيف تيبل داش ريسبونسيف اهي تمام كده. تمام وهقفل الديف بتاعي وهحط جواه التيبل كنترول دي
ديليت. والمفروض تبقى بس هنا. اوكي تعالى كنترول اس نشوف اذا كان في اخطاء. مفيش اخطاء. تمام كده تمام. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان لو انا مثلا جيت في الاسم ده ولكن مثلا كتبت ايه؟ مصطفى عبد القادر عبد الله الزويتي. مصطفى عبد الحته دي قادر عبد الله الزويتي. اوكي خلينا نكتبها على بعضيها تاني افضل عشان العربي طبعا انتوا عارفين شو احيانا بيغلط شويه. مصطفى عبد القادر عبد الله الزويدي. اوكي كنترول اس وقف 12. تمام. الطبيعي ان انا دلوقتي لما عندي اي حاجه خلي الحاجات بتنزل لتحت، يعني بتبقى الاتجاه بتاع السكرول فيرتيكال. لكن هنا مثلا لو في نص زيت هنزود نص شويه. لو انا خليت التيبل نفسه جوه ديف وخليت الديف ده ريسبونسيف بالشكل دوت. تمام كده ريسبونسيف بالشكل ده، فهيبقى السكرول افقي مش راسي. تعالى بس نزود التكست خلاص مش مشكله. المهم ان في حاجه زي كده موجوده، ممكن تمشي معاك ممكن تمشي معاك على حسب ما هو هعطي صلاحيه ليها فين في الدوكيومنتيشن. ماشي كده ماشي. طيب بكده نكون خلصنا جزئيه التيبل حتى لو ما كانش دي ظابطه معانا. تمام كده بس احنا كده قدرنا نخلص جزئيه التيبل النهارده وخدنا فيها الكلاسات المهمه شويه زي كلاس التيبل نفسها. تمام كده وكلاس التيبل سترايبت وكلاس التيبل هوفر وكلاس التيبل اس ام اللي كوندنسيت. تمام كده وكلاس التيبل بوردرد. تمام كده تمام. التيب ريسبونسيف يعني على حسب ما تيجي، جت معاك جت ما جاتش معاك برضو خليك عارفها. ممكن يكون ليها دوكيومنتيشن تاني افضل من كده شويه او ليها حل تاني افضل من كده ايه شويه. بكده خلصنا الحلقه السابعه النهارده من البوت ستراب. تمام كده وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده باذن الله تعالى والى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.